يقول السائل: هل من نصيحة لهؤلاء الذين ينتظرون في الدرج حتى فراغ الصلاة ثم يهجمون علينا بقوة ليجلسوا أمامكم متخطين المصلين بأذن، وهل هذا الفعل من الأدب؟ لا يجوز الإضرار بالمصلين وأذية المسلمين. وأيضا لماذا لا يصلون مع الناس؟ لماذا الناس يصلون وهم واقفون؟ هل هم في غنى عن الأجر؟ هل مخالفتهم للمسلمين من العمل المرغوب؟ هذا كله لا ينبغي. يصلون مع المسلمين، وإذا قضيت الصلاة فالحمد لله، صوت المكبر يبلغ الصوت المسافة البعيدة، يجلس عند الصوت ويستمع ولو ما قرب وصار في الحلقة، ولو كان والذي أعلم إن هذا المكبر موزع على أدوار الحرم التي السطح والدور الثاني والدور الأرضي موسع ولله الحمد، فبإمكانه أنه يستمع ولو ما زاحم. نعم.